بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مع المؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولي فرص الاستثمار المتاحة بالسودان في المجالات المختلفة، وأشار لحاجة السودان للاستثمار وتحسين بيئته بصورة عاجلة بجانب خلق تنمية متوازنة ما بين جميع ولايات السودان وخلق وظائف عامة للشباب خاصة للشباب. جاء ذلك لدى اجتماعه بوفد المؤسسة الدولية للتمويل برئاسة الشيخ عمر سيلة المدير القطري للسودان وجنوب السودان. وأشار البدوي لرفع القيمة المضافة من القطاع الزراعي والمروي والمطري والقطاعات الأخرى.